جمهور النادي الاهلي عظيم، جمهور النادي الاهلي كبير، ومعانا في حلقه النهارده لقطات كتيره لجمهور النادي الاهلي وهتافات امبارح اللي على الرغم من انه كان 10,000 مشجع بس لان صوتهم كان بيهز الملعب، كان بيرج الملعب، كان بيحمس اللعيبه، واي لاعب في ظل صوت الجمهور ده يقدر يقدم افضل ما عنده لما يسمع صوت الجمهور ده. لقطات كتيره النهارده عن جمهور النادي الاهلي، تعالوا بينا نشوفها. تحية لكولر في الإحماء، وفي بداية المباراة الجمهور بيحيي كولر، وكولر في أثناء المباراة بيحييهم وبيقول لهم مبروك علينا الصعود السهل السلس لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي، بست انتصارات متتالية للنادي الأهلي، رايح جاي في الربع نهائي ورايح جاي في النص نهائي، وكولر كده بيدي لهم الهدية. اديله ميه اديله نار، النادي الاهلي فريق جبار، وده لسان حال جمهور النادي الاهلي بعد تقدمه بهدف على الترجي التونسي وتسهيل المهمه جدا جدا للنادي الاهلي، وانه بيحول المباراه لحصه تدريبيه للفريق، فطبيعي كان ده هتاف جمهور النادي الاهلي. ابو ليلى وهتاف خاص لعمرو السليه بعد عودته بعد فتره كبيره جدا للغياب من الاصابه، عمرو السليه بيرجع وجمهور النادي الاهلي بيستقبله وبيهتف ليه، ويا بخته ويا هناه ويا سعده اللي جمهور النادي الاهلي يكون في ظهره. بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح، جمهور النادي الاهلي بيقول ان افريقيا بتاعتنا مفيش اي مجال، هنحارب عليها، هنعمل اقصى ما عندنا، وربنا يوفقنا في اننا نفوز بيها، وان شاء الله ربنا مش هيخزل جمهور النادي الاهلي وهيفرح الجمهور ده اللي عايز يفرح، اللي دايما فرحان بفريقه، اللي فريقه دايما بيفرحه. جمهور النادي الاهلي بيعرف اللعيبه بالهتاف الشهير بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح، بانه بيحسوا على تحقيق البطوله للمرة 11 في تاريخ النادي الأهلي. جمهور الترجي في بداية المباراة كان بيحاول ان هو يهتف والملعب لسه فاضي، وصوته كان طالع كده قبل المباراة. بعد المباراة بقى جمهور النادي الاهلي سمعونا حسكوا ايه اللي حصل عندكوا ردا على جمهور الترجي. طبعا هي مناوشات جميلة جدا بين الفرقتين او بين الجمهورين، ما فيهاش اي مشاكل. بس يا سادة، وده كانت اهم اللقطات اللي معانا لجمهور النادي الاهلي من مباراة امبارح الاهلي والترجي، والف مليون مبروك جمهور النادي الاهلي الصعود للنهائي دوري ابطال افريقيا للسنة الرابعة على التوالي، وان شاء الله نحقق ال11 ودايما جمهور النادي الاهلي مبسوط. سلام.